مساء الخير. بأناقة البساطة وسلاسة الحضور وبأسلوب أقرب ما يكون إلى السهل الممتنع، خطفت الشقيقتان المهاجرتان الأنظار وحصدتا في أسابيع قليلة أكثر من 1.5 مليون متابع لعملهما الفني الذي أرادتا من خلاله توجيه أكثر من رسالة، فلمستا جراحنا الغائرة وعزفتا على أوتار الشجن والحنين، وعرفتا كيف تستدرجان الدمع من مآقينا حزنا على بلادنا المنذورة للحروب والمحن، وعلى شبابنا الذي يفنى بفعل آلة قتل جهنمية، وعلى أحلامنا المكسورة الخاطر كطفلة لم تتلقى هدية العيد. شابتان عربيتان سوريتان بعيدتان في الجغرافيا، قريبتان في القلب والدمع وفي كل ما تبقى لنا من أمنيات، في بلاد تتسع فيها المقابر وتغادر سماءها العصافير. فهل تعلو الموسيقى على دوي المدافع وأزيز الرصاص؟ وهل يفلح الغناء في بلسمة جراحنا المزمنة والتخفيف ولو قليلا من حرقة القلب ولهيب الروح؟ هي بعض أسئلة نطرحها على ضيفتينا لنتعرف إليهما أكثر ولنعرف كيف ولد عملهما وكيف وقع عليهما نجاحه المدوي، وماذا في جعبتهما بعد من جمال وسحر وغناء. أرحب بضيفتي ريحان وفايا يونان، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. ومبروك نجاح عمل لبلادي اللي مثل ما قلنا استقطب يعني بأسابيع قليلة تقريبا رح يصيروا 1.5 مليون متابع. بالبداية كيف ولدت فكرة هذا العمل، يعني كليب لبلادي اللي هو مزيج من أغنيات وكلام؟ البداية شكرا لمقدمتك، هاي أول شغلة يعني. أهلا وسهلا. نحن منكبر فيك. كانت الولادة مثل العمل، بسيطة. نعم. جدا بسيطة، انتفاضة للشي اللي عم بيصير أثناء مشاهدتنا لأحدى نشريات الأخبار. نعم. ولدت بالشهر 8 من عام 2014 العام الحالي، إنه كان الوضع بكل هالأربع بلدان كتير متأزم، جدا. نعم. متأزم. أربع بلدان عم نحكي عن سوريا، لبنان، العراق، فلسطين. فلسطين صحيح. ما في يعني كل الأقنية كانت عم تحط نفس الأخبار وكلها موجعة ومؤلمة، بتوقف يعني عاجز، ما فيك تعمل أي شيء. نعم. غير أنك تطفي التلفزيون. كنتوا بالسويد يعني عم بتابعوا صحيح. عم بتابعوا. مين اللي خطر بباله أول شيء إنه يعمل هلا بصراحة ما منتذكر، لأنه هي الفكرة عن جد كتير عفوية. فمثل ما قالت ريحان كنا عم نحضر الأخبار، فهيك مثل شيء حسسنا أنه لا بدنا نطفي الأخبار ونعمل يعني طريقتنا نحن. فقامت هي وعم تحكي وفي العراق وفي سوريا، وأنا هيك لا شعوريا عم أقول مع بغداد وهيك، وبعدين لبيروت، وبعدين قلنا يعني فعلا هو للأمانة للأمانة الخبر يعني الأكثر شيء. أنا مثل ما وقفت حكيت على الموصل. مزبوط. كان شهر 8 عم يتهجروا اليزيديين والمسيحيين صحيح من الموصل، وكان الوضع يعني كتير سيء. يعني ما فيك تعمل شيء، ما فيك يعني لا في جمعيات لا في جهات، ما حدا عم يقدر يساعد هاي الناس. ففي الموصل هجر الناس أهل البلد، يعني هاي الجملة اللي طلعت معي أول شيء. وفاية بلشت تغني لبغداد، بعدين قررنا أنه لا مش بس الموصل، يعني كل المدن عم بتعاني. كان بوقتها غزة، حرب غزة كان يعني كان العدوان على غزة. على كل حال قبل ما نحكي أكثر عن العمل خلينا نشوفه، لأنه أكيد في يعني عدد من مشاهدينا يمكن يكونوا ما شافوا على اليوتيوب هذا الفيلم، منشوفه سوا. شام لفظ الشام اهتز في خلدي. سوريا 3 سنوات وأكثر من حرب مجنونة أنانية لا منطقية، 3 سنوات دمرت فيها النفوس والقلوب والعقول، حرب اخترقت الأبواب خلسة فاستوطنت البيوت وأذلت أهلها،
حرب بيع فيها الصغار والنساء في أسواق الرق والعبيد، حرب أبكت جميع أمهات الوطن وأنهكت رجاله، حرب لم تعرف البداية، حرب تحلم بنهاية. كما اهتزاز غصون الأرز في الهدب أنزلت حبك في آهي فشددها، أنزلت حبك في آهي فشددها، طربت آها فكنت المجد في طربي. تحرير منذ أكثر من 10 سنوات، تحرير من الظلم والقمع والاستبداد، أتى باستبداد وقمع وظلم أكبر، تحرير هجر فيه أهل البلد جميعا، تحرير قسم المقسم وجزأ المجزأ، تحرير تضمحل فيه الحضارات، تحرير يهمش جميع سكان العراق بكافة اختلافاتهم الإثنية والدينية، تحرير استعبد البشر ودمر الحجر وقتل الإنسان والوطن. بغداد والشعراء والصور ذهب الزمان وضوعه العطر، يا ألف علي يا مكملة الأعراق أربعون عاماً يعيش فيها لبنان وشعبه جميع أنواع الحروب، حرب أهلية، ثانية طائفية، وأخرى مذهبية، واجتياحات عدوانية، وأثمان تخبطات إقليمية، وتصفيات وصفقات دولية. 40 عاماً أصبح فيها لبنان الصغير كبيراً جداً بجراحه، بمآسيه اليومية. 40 عاماً من وجع في أغلب أحيانه صامد وصامت. لبيروت من قلبي سلام لبيروت، وقبل للبحر والبيوت، لصخرة قديم. يا قدس يا مدينة الصلاة فلسطين، بوصلة القضايا أكبرها وأقدمها، أكثر من 60 عاماً على انتهاكات وصرخات لأجيال شاهدة على لا منطقية الأمس وهمجية اليوم وخوف الغد، تهجير تنكيل اغتصاب للحق قبل الأرض، أكثر من 60 عاماً تلاشت فيها الجغرافيا لترسم حدود أخرى، حدود تخترق القلوب والعقول، حدود ترفض الانصهار فتتشبث بالتاريخ وبالمستقبل فتصنع حاضراً مقاوماً بشعب من إرادة لوطن موجود وحي وباق. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة
يعني بعد ما شفنا هالعمل المؤثر، انتم لما ترجعوا تشوفوه شو المشاعر، شو الاحاسيس، شو الافكار اللي بتخطر على بالك فايا؟ هلا بصراحه اول شيء انا لسه ما يعني قد ما كنا متوقعين انه ياخذ هالاصداء لهلا عم حاول اذكر حالي انه نحن معك استاذ زاهي عم نحضره، يعني بس بدي هيك يعني خبر انه نحن ما كنا متوقعين ينتشر هالشيء، بس عملناه من قلبنا، فمشان هيك هلا لما ارجع اشوفه كل مره برجع اشوفه نفس الاحاسيس ونفس المشاعر. يعني بتذكر انا لما غنيت بالاستوديو موطني ولا لسوريا ولا للبنان ولا العراق وفلسطين، كلهم نفس يعني نفس كمية الوجع. فلما بحضر حالي مثل بتذكر لما كنت عم غني يعني، وحتى بالتصوير يعني الابتسامات أو الدموع كلها كانت حقيقية يعني. ففي مطارح بتتأثر، مطارح بتحس خلص يعني لازم يكون في أمل. فالمشاعر كتير كيف بيقولوا يعني ممزوجة ببعضها هيك، يعني في وجع، في حزن، بس في هيك أمل. انطلاقا من اللي قالته فايا، ريحان يعني بتوقعتوا انه هالقد يستقطب نسبه مشاهده على اليوتيوب لما نزلتوه لهالعمل؟ توقعتوا انه يعني باسابيع يشوفوه حوالي مليون ونصف المليون انسان؟ لا ابدا ابدا، يعني ولا خطر لنا. يعني كانت مفاجاه كثير كبيره بالنسبه لنا انه الناس اللي يعني مفاجاه كلياتنا. نحن ضلينا شيء 3 ايام فريق العمل عايش عنا بالبيت تقريبا، نعم. يعني كله عم يجي لعنا انا وفايا، وكلنا عم نقول انه شو صاير، شو في واحد عم يذكر الثاني. يعني حتى بتذكر انه كل قناه عم تعرضه عرضته اكثر من قنوات، نفتح ونتاثر ونصير انه شو عم بيصير، ويعني ما كنا متوقعين. طب لما عملتوا العمل كان ببالكم هدف معين، غايه معينه؟ بأي يعني بأي هم عملتوا هالعمل ونزلتوه على اليوتيوب؟ هو ما أنه العمل الأول اللي أنا وفايا بنعمله يعني، نعم. يعني الهدف هو هدف عم نشتغل عليه من صغرنا إذا بدك، نعم. من لما طلعنا يعني تقريبا، وقبل ما نطلع من سوريا يعني دائما في هم أنه نحن بالغرب نكون سفراء صغار لبلادنا، نعم. وجودنا بالسويد خلانا يعني نتقرب من الجاليات، وكرمال هيك كان في ترجمه للكلام باللغه الانجليزيه ليوصل لاكبر عدد ممكن. يعني نحن كسوريين دائما بنسال شو عم بيصير ببلدكم، شو عم بيصير، شو في الناس بدها تعرف. نفس الشيء مثلا كل مره بدي انزل فيها على لبنان بيسالوني شو عم بيصير بلبنان، فيكي تنزلي على لبنان؟ انه ردنا كمان تكون رساله على الاقل نحن فكرنا محيطنا، يعني المحيط اللي مثلا اصدقائي زملائي بالجامعه، زملاء فايا بالعمل، انه هيك هذا اللي عم بيصير ببلادنا. يعني هون نحن بنوقف في وجع وفي الم عم يجمعنا كلياتنا، هذا الشيء اللي عم يحصل ببلادنا. بس كمان في جمال كتير حلو، يعني الناس كانت يمكن بدها حدا يذكرها فيه. في كتير رسائل يعني بالفعل بيقولوا انه شكرا لانه ذكرتونا قديش نحن يعني كنا مشتاقين او بنحب بلادنا وما لنا دريانين، يعني شكرا لتذكيرنا بالجمال. زائد نشيد موطني، 4 اغنيات، الاربع اغنيات للسيده فيروز، ليه؟ هلا انا بقولها دائما انه فيروز نحن عنا شيء، يعني صوت فيروز شيء مقدس، وأغاني فيروز بالتحديد للعواصم يعني من أجمل ما كتب وغنت السيدة فيروز على البلاد. فاختياري أولا كان لأنه فيروز، ثانيا لأنه كان بدنا شيء يوحد هالأربع بلدان يعني غير العمل. فصوت فيروز هو بيعطي روح واحد يعني، فوحدناهم يعني كان في كتير مثلا أنا وريحان لابسين نفس الشيء، كان بدنا كتير نعمل مثل توحيد يعني. فنقيت أنا أغاني فيروز، وطبعا فكرة الماش أب اللي هي أنه نمزج كذا غنية ببعضها منتشرة أكثر بالغرب، منشوفها نحن بيعملوا هالفكرة بس مو كتير واردة عنا، يعني موجود بس قليل. فهي الفكرة كمان جديدة أنه نحط 4 أغاني كأنه هن غنية واحدة، ناخد مقطع من هون مقطع من هون. فأنا اخترت يعني المقاطع اللي هيك تزبط على بعضها وطلعت يعني الحمد لله طلعت حلوة. الكلام ريحان هو نصك، صح. ليش يعني ما اكتفيتوا بالغناء، الغناء والموسيقى لهن بيلامسوا بيوصلوا بيحركوا المشاعر والوجدان، ليش كان في حكي يعني إلى حد ما مباشر كأنك عم تشرحي للآخر شو عم بيصير؟ هو بيشبه نشرة الأخبار، يعني نحن العمل كان أنه بيشبه نشرة الأخبار.
النص كان ليربط الأمور ببعضها، وبلشنا بشكل تسلسلي اللي هو سوريا 3 سنوات، العراق 10، لبنان 40، وفلسطين 60. يعني عم بيلخص كان أنه يعني مرحلة من الزمن وحقبات تاريخية مرت فيها بلادنا ليربط العمل ببعضه. يعني ما كانت بتطلع الفكرة يعني بهذا ال... يعني بتوصل الرسالة لو مو أنه ربطنا ربطنا العمل ببعضه، فرجينا أنه نحن بهالأربع بلدان عم بنعاني من ألم كتير كتير كبير، وأمل كمان بموطني. ختمت بموطني، يعني كأن عم بتقولوا أنه ما لازم نفقد الأمل، لازم نضل عنا عن... فينا 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 نقول هيك. سأراك نحن. يعني أنا دايما بقول أنه الواحد فيه يخسر كل شيء، بس بيكون انهزم فعلا لما بيفقد الأمل. يعني أنت فيك تكون خسران كل شيء، بس إذا عندك أمل بتكون لسه عندك نظرة لقدام أنه يعني تحقق شيء. فما يعني أنه نفقد الأمل غير مسموح. فيا بفهم أنك من لما كنت طفلة بتحبي أغاني فيروز وبتسمعي فيروز. سمعينا لو سمحتي شيء آخر قبل ما نكمل حديث يعني عن العمل، نسمع شيء فيروزي مختلف يعني مش للمدن والعواصم. يا حبيبي كلما هب الهوى وشد البلبل نجوى حبه لفني الوجد وأضناني الهوى كفراش ليس يدري ما به صغ لقلبي يا حبيبي حلما من سنة الصبح وبدر الغدس لماني من وحشة العمر كما دمت النسمة عطر النرجس. ألف شكر. بعد شوي أكيد رح نحكي شوي عن النشأة والظروف اللي كونت يعني الشخصية لكل حدا منكم، ولكن بموضوع المتلقي الغربي قبل ما نحكي عن المتلقي العربي، إذا كان عندكم هالهم أنه توصلوا شيء للآخر للأجنبي أو الغربي اللي بتابع اللي بيجري ببلادنا من خلال نشرات الأخبار، كيف كان الصدى؟ يعني كيف كان صدى هذا العمل، عمل لبلادي على بالغرب، سواء بالصحافي أو من خلال المحيط تبعكم؟ كان الصدى كتير كبير كمان غير متوقع. يعني اهتموا فيه كتير الصحافة الأجنبية تقريبا كل اللغات. يعني عندك الشبيغل الألمانية، البي بي سي البريطانية، دير شبيغل، عندك إعلام تركي، إيطالي، فرنسي، بكندا عم يحكوا معنا من أستراليا. يعني واصل لكل كل المحلات، حتى مو بس إنه يكتبوا عنه يعرضوه، يعني يعرضوه تماما. بالسويد، بالسويد كمان أخذ ضجة كتير كبيرة بما إنه نحنا من السويد. العالم الغربي يعني وصلته الرسالة، وهذا الشيء كتير كتير يعني وصلنا حقنا. يعني نحنا حسينا انه حقنا وصل بما انه العالم عم تتفاعل. يعني في حال بعد شوي رح نشوف مقتطفات تماماً من الصحافة الأجنبية تماماً. يعني انا لما شخص بريطاني بيعمل لي على تويتر انه نحنا نعتذر من الشعب العراقي، نحنا ما حررنا، نحنا ظلمنا واستبدينا وقمعنا، نحن احتلينا. يعني بتحس انه في تفاعل، في اكيد في كثير من البريطانيين هذا رايهم من البدايه، لكن انه ذكرت العالم انه اللي عم بيصير بالعراق هو سببه انه انتم فتوا، فكان وصلنا حقنا. يعني مزبوط. وغير الصحافه بس بيضيف انه العمل يعني بغير مجالات كمان انتشر، مثلا صاروا يعرضوه بالمدارس، صار ينعرض في بجامعه بنيويورك، لا جامعات يعني بس وحده بنيويورك وحده بظن بكاليفورنيا، انه يعني هالشيء بيخلينا يعني فخورين. عن جد فخورين، لانه يعني مو بس على قنوات التلفزيون او محطات غنائيه، كمان بمدارس وبجامعات لحتى محافل تعليميه، انه علم السياسه مثلا بحسوا هالعمل شرح بشكل مختصر شو عم بيصير. تمام. وهذا بفرجينا قد ايه دور الفن يعني مهم، قد ايه احيانا الرساله الفنيه بتوصل بطريقه اسرع ومختلفه عن رساله يمكن سياسيه او يعني الاعلاميه. هل كنت مدركين لهذا الامر لما عملت
حبيتوا هالعمل، مدركين لقديه ممكن العمل الفني يترك أثر بالآخرين؟ أكيد مدركين إنه العمل الفني بيترك هالانطباع يعني عند العالم، بس منا مدركين إنه عملنا هو اللي رح يكون هالعمل اللي هالقد يوصل للناس. يعني ما بعرف شو بدي اقول شو. لا، وخاصه على اليوتيوب، يعني نحن لما عرضناه مثلا ما كان عن طريق محطه او شركه انتاج، تماماً. فانه متاح للكل، متاح للكل مزبوط. فنحن يعني فكره انه بالانجلش بيقولوا انه it goes viral، يعني مثل الفيروس الفيديو بينتقل كثير، وهالفكره منتشرة يعني اكثر كمان بالغرب. يعني قليل نشوف هيك يوتيوب كليب بالعالم العربي ينتشر بهالسرعه، فمشان هيك نحن توقعنا انه انه ياخذ اصداء وينجح، بس مو بهالكميه، يعني مو بهالمستوى. يعني انا انه بدي اقول كمان كثير عالم بالعالم العربي والعالم الغربي انه شافوا انه هاي البلدان بتستحق ينحكى عنها بطريقه غير اللي عم نشوفها بنشرات الاخبار. يعني ينحكى عن الم المواطن اكثر ما ينحكى عن اتفاقات وتسويات وهالامور. فاكيد العمل الفني بهي الشغله تحديدا بيوصل رساله اقوى بكثير. طيب هالعمل اللي هو عم يحكي عن أربع بلدان، قلنا هن سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، بلدان يعني فيهم حروب أو عانوا من حروب، فيهم دم، فيهم قتل، فيهم خراب، فيهم تدمير للأسف. بنفس الوقت الكليب ما في كل هالمشاهد هاي. هل تعمدتوا هذا الأمر؟ طبعاً يعني أنه ما يكون في مشاهد جثث ودمار طبعاً. وخراب طبعاً. ليه؟ هلا اولا لانه نحن تعبنا من هاي المشاهد، تعبنا كثير. يعني صارت خصوصا بعصر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني بتحس انه ما في مراعاه، يعني انه في اطفال عم بتشاهد، في ناس. غير عن هيك هي مشاهد ضعف انا بنظري، مشاهد تستحق تسليط الضوء عليها ولازم ينحكى فيها لتتوقف. بس كمان الاستهلاكه بهي الطريقه بيولد ضعف عند المواطن، انه رح نموت، رح يعني نحن كنا عم نحاول نقول نحن اقوياء، نحن اقوياء. وغير هيك رغم الموت، رغم الخراب، رغم القتل، طبعا نحن اقوياء وفي امل ومكملين. غير هيك تركنا لكل مشاهد حريه هو مخيلته وين تاخده، يعني هو شو يتخيل مدينته. نحن صحيح بنغني عن العواصم، بس نحن عم نحكي عن بلدان كامله. يعني ممكن كل مدينه فيها حرب، كل بلد في يعني نزاع، في صراع. فالمشاهد هو تخيل لهيك يمكن اثر بالعالم، انه تركنا الخيار مفتوح امام الجميع، هن يتخيلوا شو عم بيصير. حتى غير الضعف، يعني بس بدي اضيف انه صار للاسف عندنا مناعه من هالمشاهد. يعني قبل كنت تشوف مشهد عنف تحس انه شيء، هلا قد ما بيدخلوا على بيوتنا يعني عودونا استهلكوا. مزبوط يعني وهالشيء كثير بشع، انك تتعود تشوف مناظر الدم بهالطريقه، بيصيروا ما بيأثروا فيك. فنحن يعني كمان حسينا انه ما راح يضيفوا كثير للعمل، يمكن ياخذوا منه اكثر. يعني فكل حال رح كمل مع حضراتكم، ولكن اسمحوا لنا نتوقف مع موجز اخباري ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، صفحتنا على الفيسبوك بعنوان بيت القصيد، ضيفتانا الليلي ريحان وفايا يونان. قبل ما أطرح المزيد من الأسئلة على حضراتكم، رح نستمع لشهادة هاتفية بكلام يوصل من أحد شركائكم بالعمل، بعمل لبلادي، الموسيقي الأستاذ جورج هرابديان. ألو. أيوة. مساء الخير أستاذ جورج. يا اهلا وسهلا فيك. يعني
نحن حابين هيك نسمع رأيك بتجربة فايا وريحان يونان، خصوصا أنه اشتغلوا معك، يعني العمل اللي أخذ ضجة كبيرة ونال نجاح غير مسبوق. أوكي، أحكي لك باختصار شوي لو سمحت. أنا كان التقيت مع فايا من البداية وسمعت صوتها وكثير حبيت صوتها وموهبتها وإحساسها. بعدين التقيت معهم بقية الجروب وحكوا لي عن الشعراء وبدهم حدا يساعدهم، لأنه الشباب بالأمر ما عندهم الإمكانيات المادية يعملوا شيء، وهن عملوا كلياتهم يعني لبلدهم بدون أي مقابل أو شيء. حبيت اندفاعهم وموهبتهم وساعدهم بالمشروع تبعهم هيك. نعم. وعمل كان كتير حلو. بالبداية ما كان واضح شلون كان بيصير إعداد وإخراج العمل هذا. في نص أخباري بيحكي عن الوضع لبلادنا وفي غناء وفي صوت، بس كيف دي ترتب كان ما كان واضح. وشوي شوي قدرنا نعمل نوصل الفكرة، يعني نبلور الفكرة ونوصلها. نعم. برأيك يعني كتير كتير حلو منهم. برأيك ليش هالقد نال نجاح؟ يعني هالإقبال على مشاهدته، أنه لحد اليوم تقريبا 1.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، برأيك شو سره لهالعمل؟ هو أنا برأيي يعني السبب الأساسي هو الصدق. صدق بأحاسيسه، صدق بعملهم بشكل عام. كانوا صادقين منه بيشتغلوا شغلهم، ما كان تجاري، ما كان هدف منه الشهرة، ما كان هدف منه كسب أي شيء خاص لهم. يعني مجموعة شباب عايشين بالاغتراب وبتوجعوا يوميا على المشاهد اللي عم شوفوها من بلادهم. نعم. كان رايدين شيء يعملوا شيء يفشوا قهرهم، يعني مثل ما تقول. صحيح. وصل للناس، وصل للناس، بس صدق تبعهم وصل للناس. على كل حال مو 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 خاص بحدا ومو لجهة معينة ومو ل يعني حدا معين، كان بس لبلادهم. صح، عم بيخاطب الناس على اختلاف أهوائهم وعلى اختلاف ميولهم، وعم يحكي عن وجعنا كلنا سوا. أنا بشكرك كثير، بشكرك كثير أستاذ جورج، وبتمنى لك التوفيق. حضرتك عم تحكينا من السويد، بنتمنى لك كل النجاح. يعني قبل ما نطرح أسئلة بنشكر بنكرر شكرنا لجورج. بنسمعك كمان فايا إذا بتريدي بالشيء اللي بتختاريه حضرتك. شو هالأيام اللي وصلنا لها، قال إنه غني عم يعطي فقير، كانوا المصاري قشطت لحالها، عهيدا نتفوق هيدا كتير. حلوة دي، حلوة دي، حلوة دي تاجن بالفجرية، بيقولوا لك من عرق جبينه طلع مصاري هالإنسان. طيب كيف هيدا وكيف ملايينه، ولا مرة شايفيه نو عرقان. مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح، الهوى غلاب. شكرا فايا، وشكر لزياد الرحباني. أكيد. طبعا من أعمال زياد. انطلاقا من اللي قاله جورج قبل شوي، أنه العمل منه لجهة معينة، ولكن ريحان حضرتك أكيد قريتي وبتعرفي أنه انكتب، يعني البعض فسر هذا العمل أنه هو لجهة معينة، هو في خدمة النظام في سوريا. شو تعليقك على ما كتب أو على ما قيل بهالمجال؟ هو العمل بيرد عن كل هالحكي، العمل بيرد عن حاله. هو عمل إنساني بيحكي عن الإنسان والوطن، بيبحث عن المساحة المشتركة بين الجميع.
نحن ردنا نضوي على هي المساحة اللي للأسف ما كتير ناس بتحكي فيها، بس نحن في بيناتنا مساحة مشتركة، سوريين ولبنانيين وعراقيين وفلسطينيين وكل حدا بالعالم العربي وبالعالم، نحن كإنسان في كتير بيناتنا مساحة مشتركة. المساحة الأكبر هي المشتركة، هي المساحة تماماً، هي إنسانيتنا، وجودنا، حبنا للحياة، رغبتنا بأنه نعيش بسلام. مين فينا ما بيرغب يعيش بسلام وبأمان وباستقرار وبكرامة؟ يعني هو العمل بيحكي عن نفسه، كتب هيك وكتب كتب بشكل آخر، كل الناس اللي كتبوا يعني أي عمل، أي انتقاد فني رح ناخده بعين الاعتبار. عدا عن هيك أنا ما فيني، يعني العمل بيرد عن نفسه. كيف تلقيتي فيا النقد، يعني سواء النقد الإيجابي أو النقد السلبي، كيف تتفاعلي مع الآراء مع الملاحظات اللي أنتوا فجأة لقيتوا حالكم يعني تحت الأضواء وأضواء كثيفة، يعني على الفيسبوك على تويتر على اليوتيوب بكل المحلات في تعليقات وفي كلام، في عمل يعني مثلا فرقة خطوة فنية عملوا كليب مسخرة على عملكم، نوع من البارودي يعني السخري التقليد من مزبوط. من العمل هلا أول شيء لحتى عمل يتقلد اليوم لازم يكون كتير مهم، يعني هالشيء كمان برجع أنا عم بعمل كتير مقارنات مع الغرب لأنه اليوتيوب يعني شوي متشابه، لأنك عايشي يعني مزبوط المفهوم يعني أو كيف بدي أقول لك البارودي بتنعمل أكتر بالغرب وبتنعمل دايما على الأعمال اللي بتكون مهمة كتير أو انتشرت كتير وحققت نجاح أعمال ناجحة مزبوط. فهي أول نقطة، يعني هل إنه نعمل بارودي هي شغلة يعني كمان إنه بعتبرها لمصلحة العمل بالضبط، يعني بيأكد على أهمية الموضوع. كيف عم تتفاعلوا، كيف عم بتعيشوا أنتوا بعاد عن سوريا؟ يعني أكيد البعد مرات يعني الحزن بيصير أكبر. صحيح اللي عايش بقلب البلد، اللي عم بيموت، اللي عم يدمر بيته، اللي عم يتهجر، هو يعني اللي عم بيعاني أكتر، ولكن اللي بعيد في قلق برا. إيه يعني كيف عم تتفاعلوا مع اللي عم بيصير ببلدكم؟ هلا ما فينا نقارن، يعني نحنا بنكون عم نظل، يعني إنه المقارنة ما بتجوز. نحن عايشين بمحل تاني، هن عايشين طبعا الإصبعوا بالنار مش طبعا يعني نحن بنخجل. نحن بصراحة يعني أنا وفايا قضينا أول يومين أي رسالة تجينا من الداخل نقعد نبكي، يعني نبكي لأنه نحن خجلانين، لأنه أنتوا الأبطال الحقيقية، يعني الغنية كلها عنكم، نحن عنكم عم نحكي، هي رسالة لإلكم. يعني أنا من حلب من مدينتي مع كل رسالة كنت أبكي، مع كل مع كل كلمة بتوصلني من حلب، وبعرف الناس يعني عم تعاني، ما في انترنت ما في كهرباء، ومع هيك عم تنطر بس يعني لتحضر العمل. كان شيء كتير مهم بالنسبة إلي، وهن الأبطال الحقيقيين برجع بكرر. كان عم يوصلني كتير من عرب الداخل بالفلسطين، هدول جوا القلب، يعني جوا القلب مع كل رسالة من فلسطين من جوا عم يقولوا لي نحن اللي عم نشوف الحدود اللي رافضة تنصهر، نحن اللي عم نعيشها. يعني صعب 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 أوصف، هن الأبطال حقيقية. نحن عم نعيش شيء صعب اللي هو الغربة، إنك أنت تكون عايش برا بلدك شيء كتير بشع، وشيء كتير يمكن يعني صعب ينفهم، لأنه بتكون عايش بإزدواجية نوعا ما. يعني أنت أنا مثلا كل يوم الصبح في بالسويد بفكر شو عم بيصير بسوريا، هي لحالة فكرك بيكون أنت شو عم بيصير بسوريا، بس أنا بسوريا وتكون في الصبح بسوريا وما بفكر شو عم بيصير بمحل تاني، بكون عم بتفاعل مع محيطي بس. على كل حال رح نحكي أكثر أصلاً ليش موجودين بالسويد أنتوا، ولكن كمان بكلام يوصل، ولكن هذه المرة شهادة مصورة من الفنان اللبناني الأستاذ شارب الإسكندر من نسمع وصلا. مغطي المنطقة العربية بتحديدا سوريا ولبنان والعراق وفلسطين،
هن كانوا هيدا الإشعاع النور يلي طلع من بين هالظلمة ولفت نظر الكل، مشان هيك كانت ردة الفعل كتير مميزة وكل العالم طلعوا شو هاي. خلينا نمثلها، في مشكل وفي حدا معه فيولون ماشي بين هالناس، لفت النظر انه خي هلا عم نقتل بعضنا، انت جاي تدق موسيقى. هدوء، هذا من حقنا، نحن خلقنا لنكون هيك، ما خلقنا لنقتل ونقتل وغيره. انا بتمنى لهم كل الخير، بتمنى لهم انه دائما يكونوا يدرسوا خطواتهم وين بدهم يروحوا، لانه مش بالامر الهين الحاله اللي هن عملوها واللي هن صاروا فيها، لانه شغله كثير يعني كثير اذا بدك اقوى مما هن او اكبر مما هن انتظروا. بدي اعرف شو الجديد او شو الخطوة التانية. اذا بدك توقفوا هون انا ضدكم، هاي اول خطوة، شو الخطوة التانية؟ شكرا للأستاذ شارب الإسكندر على شهادته اللطيفة وعلى سؤاله، انه اذا بدكم توقفوا هون هو ضدكم، بس يمكن السؤال انه بعد هالقد عمل ناجح فعلا الامر محير، انه شو ممكن تعملوا، شو عم تفكروا تعملوا؟ الله يستر. شو هلا في مسؤوليه كبيره مثل ما هو قال، يعني الحاله اللي صرنا فيها بتعطي انه مسؤوليه يعني، فاكيد في اعمال لقدام للامام، بس شو يعني شو بالضبط هلا يعني ما في شيء مخطط يعني، بس نحن كان بنقول انه بنفس الخط، نحن يعني نحن باقيين بهذا الشيء اللي كنا عم نحكي فيه، الوطن والانسان. نحن يعني انا شخصيا هلا انا وفايا كل واحدة بمجال، يعني يمكن اول مره بينجمعوا المجالين بهي الطريقه. حضرتك درستي صحافي وفايا درست اقتصاد. انا درست اقتصاد وتجاره تماما. ممكن نكون سوا وممكن كل وحدة لحالها، بس بالحالتين مسؤوليتنا كتير كبيرة. الناس حبتنا، يعني الناس كتير كتير حبتنا وكتير متأملة فينا، فهالشي بخلينا شوي نخاف، بس كمان مستحيل نوقف. مستحيل نوقف. انطلاقا من اللي قاله الأستاذ شربل انه أهلكم، يعني بدي أعرف شوي عن النشأة، يعني دور بيك الأستاذ جان يونان، الوالدي شو اسمها ليلى، ليلى سيدي ليلى الفاضلي، انه ربوكم على اغنيات فيروز، على جو ثقافي. بعرف انه والدك يعني له علاقه بالمسرح بسوريا وبمنطقه الجزيره بالتحديد. ايه بابا عنده اهتمامات بالمسرح كثيره، لما كان بعمرنا كمان كانت إمكانياته قليلة مثلنا، بس كان يقدر يعمل شيء. يمكن لأنه نحن عصرنا فيه التواصل الاجتماعي، نحن وصلنا بشكل أوسع، هو ساهم بشكل كتير كبير بالمسرح بمنطقة الجزيرة شمال شرق سوريا اللي نحن الأصل منها. عنده اهتمامات وضل بالثقافة بالمطالعة بالأدب وضل يهتم، يعني نحن طلعنا صغار من البلد، أنا 12 سنة وفايا 11 وفي إخواتي صغار، لكن أصر الوالد أنه لا أنتوا لازم تضلوا تعرفوا لغتكم الأم بطريقة كاملة، يعني بأساس مبني صح، لازم تكونوا مثقفين، لازم العلم شيء كتير مهم، الشيء الاجتماعي كمان كتير مهم. يعني كان مصر الوالد أنه يكون عنا يعني يشتغل بأكثر من منطقة بسوريا، يعني ما ترك مدينة، تدمر، حمص، دير الزور، كل محل. ولكن عشتوا فترة أساسية بحلب. نعم مدينة حلب. فايا يعني عندك هيك علاقة مع التراث الحلبي، مع الإرث أكيد. الحلبي الغنائي أكيد. يعني نعرف حلب خزان أو منجم إبداعي. مزبوط. هلأ شو كنت تسمعي لما كنت صغيرة غير فيروز؟ غير فيروز. هلأ في يعني لما بتتربى على الطرب الأصيل أو الفن الراقي، يعني بتصير إذنك لا شعورياً هيك نظيفة، يعني بيصير ما بقى فيك تسمع كل شيء يعني. فأكيد الحلبي، فيروز، أم كلثوم حتى، وأنا بسمع أنه غربي كمان كتير أكيد. بس فيروز أنا بغني أكتر شيء لفيروز، لأنه في مثل علاقة خاصة، يعني أنا ستي أمي
فهيمة بوجه لها تحية كبيرة. نعم. يعني لما كانت تحط صوت فيروز كل صباح ببيت الجد بالمالكية، ولما أمي كانت تحطه بحلب وأنا هلأ بحطه بالسويد، يعني بتشوف كيف من جيل لجيل، حتى بنات مرافقنا، حتى بنات خالاتي مثلا للجيل الرابع، يعني عندهم في أولاد ولدانين بالسويد عمرهم 4 سنين ما لحقوا يشوفوا يعني بلادنا، بيغنوا بيدمنوا أنا لحبيبي وحبيبي إلي يعني. فصوت فيروز شيء مقدس، يعني لما بغني فيروز بحس انه بحس حالي عم صلي. طبعا انا بدي يعني يمكن مليون سنه ضوئيه لحتى اوصل ل 1% من تغني فيروز، بس يعني عم بشرح ليش انا هيك في علاقه خاصه ان شاء الله بتوصلي لكل اللي بتحلمي فيه. رح نسمع منك كمان غناء، ولكن بعد ما نتوقف مع استراحه سريعه ثم نتابع بيت القصيد. ألف ألف شكر. والله يخلي هالصوت يعني إن شاء الله بينمى وبيتطور وبينضج أكثر مع الوقت. ريحان بتغني كمان، بس اليوم حنجرتها مبحوحة شوي، وقلنا أنه ورثتوا هالشيء من خلال الاستماع من أنتوا وصغار. تركتوا حلب بال2003 على السويد، رجعتوا بال2010، بقيتوا لوقت بلشت الأحداث بسوريا. صحيح؟ صحيح. البعد عن حلب كيف عم بينعكس عليكم؟ كيف عم بتعيشوه؟ صعب، يعني صعب. أنا صار لي 2012 آخر مرة كنا أنا وفايا بحلب، صعبة يعني. عم حس إنه كيف يعني كيف ما بدي أوصل لحلب، كيف ما بدي أنزل بمطار حلب أدخل عبيتي. مع الوقت بتكتشف إنه في شغلات، في وجع بدك تتأقلم معه، يعني مضطر تتأقلم معه. مثل اللي بيفقد عضو من جسمه بده يضطر، ما عنده يعني حل، بدك تحاول تعيش حلب وانت بالخارج. فانا بتلاقيني بالسويد انه دائما بحاول اجمع الحلبيه، يعني وين في حلبيه بقول لهم تعوا خلونا نجتمع، خلونا نعمل شيء، نقعد بنغني اغاني حلبيه، بس لنحس انه لساتنا قريبين من حلب، لساتها قريبه مننا. والشيء اللي بخوف اكثر هو انه كل مين هلا بحلب بيقول لي حلب ما انا حلب، يعني حلب لا. فقدت هويتها اللي نحن بنعرفها. على حال ان شاء الله بنتمنى انه الحرب يعني تنتهي وان تعود حلب يعني ابهى مما كانت. خلونا نسمع كمان شهاده بتجربتكم، هذه المره من الصحافي والناقد الاستاذ وسام كنعان. نسمعه سوا. جاء
الجماهيرية الصاخبة اللي حققوها هدول الصبيتين بهي السرعة القياسية لاختيارهم طرح مشروع هيك فني يوغل بالبساطة للحد الأقصى، سواء على مستوى الشكل أو الأداء أو الأسلوب الإخراجي حتى لهذا الشريط. أهمية هذا أهمية يعني ما حققوه هو العنصر الجمالي، سواء كان بمستوى الصبية اللي بتغني اللي هي فايا، ولا سواء كان على مستوى شكلهم هن كصبايا وجوههم بتحب الكاميرا كثير، هن اختاروا انهم يقدموا اغاني تسكن بالوعي الجمعي للجمهور. من اغاني السيدة فيروز كانت الاختيارات موفقة الى حد كبير، لامست ودغدغت العواطف للجمهور بالمطلق. كان هذا الشريط يوازي برامج اكتشاف المواهب اللي عم تقدمها المحطات بضخامتها والى ما هنالك. كان الشريط اكتشاف لصوت نقي ونظيف ويمكن ان يصنف من الاصوات الاحترافيه على مستوى صوته فقط بغض النظر عن الشريط اللي قدمه، لكن ما فتح الباب لحمله نقديه كبيره ربما هي الوصف الساذج، الوصف السطحي الى حد ما بالنص المكتوب، ولغه الشعارات المحنطه اللي تشبه اللغه اللي كانت تدرس فيها منظمه طلائع البعث وماده التربيه القوميه في المناهج التعليميه في سوريا. اخذوا نصيب كبير من المتابعه الاعلاميه والمشاهده. انا من وجهه نظري لانه لم يتم محاكمه هذا الشريط على انه هو عمل فني حقيقي بكل مقومات العمل الفني، انما اخذ على مبدا صرخه مغترب. فايا وريحان، رجعتوا أنتوا وعائلتكم لسوريا بسنة 2010 وكان هناك رغبة بالإقامة المستمرة في سوريا، لكن بعد اندلاع الأزمة والضبط بحقائبكم ورحلتم إلى السويد. عندما علت الطائرة سماء سوريا، ما هو أجمل ما حملتموه في وجدانكم وذاكرتكم من الوطن؟ شكرا للأستاذ وسام كنعان على رأيه النقدي وعلى سؤاله. مين بده أجمل ما حملته؟ قبل ما نعلق على الرأي النقدي، أجمل ما حملته معكم من حلب إلى السويد؟ هلأ أحلى شيء حملناه ما عدا الذكريات وكل شيء حلو عشناه هي هل يعني انتماء وشغلات بتضل عايشة فينا. نعم. يعني نحمله، يعني هو فينا، ما فينا نحمله فوق، يعني هو عايش فينا، يعني حلب وسوريا كلها موجودة بوجداننا، فاللي حملناه معنا يمكن ذكريات ويمكن أمل على أنه نرجع. بس عندكم رغبة ترجعوا يعني إذا انتهت الحرب بسوريا، ونتمنى دائما أن تنتهي بأقرب وقت، ترجعوا على حلب؟ أكيد، يعني إذا ما نحن رجعنا عمرنا بلادنا مين رح ترجع؟ يعني مين إذا مو نحن؟ ما في حرب ما بتخلص، يعني ما في حرب، ما في شيء ما بيخلص بالحياة، وخصوصا الحروب يعني بتنتهي بطريقة مأساوية، بس بالنهاية نحن بدنا نعمر بلدنا. أكيد أنا حملت، فيني أنا أقول حملت القلعة، وأنا طالعة من الطيارة بتلاقي القلعة حملتها بقلبي، قلعة حلب. تمثل يعني تاريخ حلب ومراحل متعاقبة من حياة حلب. اللي قاله الأستاذ وسام كنعان يمكن بيعنيك أكثر ما بيعني فايا بمحل من المحلات. مشكور على رأيه بفايا، نحن كثير نحترم رأيه سواء كان نقدي جدا أو حتى مديح. وسام معه حق، العمل محاسبته ما فيها تكون فنية 100%، يعني لأنه هو عمل كتير بسيط وشبابي، وحتى نحن فريق عمل عفوي وبسيط. يعني حتى تنفذ بكم يوم، يعني 3 ساعات تصوير، يومين تسجيل. يعني ما إذا في شيء من اللي قاله أستاذ وسام طبعا صحيح. يعني نحن يمكن لو بدنا نشتغله يعني مع شركة إنتاج يمكن بيطلع بغير طريقة، بس يمكن ما بيطلع بنفس الصدق وما بيوصل للعالم بنفس الطريقة. هلا بالنسبة للسذاجة كل إنسان بيشوفها بطريقة. أنا قدمت إحساسي، قدمت شيء أنا حاسسته. ما في نص بالعالم الناس كلها بدها تتفق عليه، مستحيل. ما في النص، هو كتابتك. كتابتي ايه. معلي انا بدي اسال، يعني ما لي علاقه بالاعمار، ولكن قد عمرك؟ 23. 23 فايا 22. يعني خلينا ناخذه للنص
على هالعمر يعني هو هو من صبيتين ببداية حياتهم المهنية الفنية. يعني قدي لمس هذا النص العالم كمان. نعم. بدنا يعني بغض النظر عن العمر أكيد لازم ناخده هيك. هو حكي عن صدقه على كل حال. مزبوط. بس كمان بدي أقول إنه العالم، أنت سألتني ببداية الحلقة عن العالم الغربي كيف تلقى. نعم. أنا بدي نوح على شغل العالم الغربي، كان عم يتلقى عمل صحيفيه صورة جميلة، صحيفيه موسيقى جميلة، صحيفيه صوت فاير رائع، والغناء أغاني فيروز وموطني. بس نعم. العالم الغربي عم يتلقى مضمون العمل من خلال النص. مزبوط. نعم. فأنه يكون ساذج ويعمل هي الضجة ما يعني بتوقع شوي قسي علي وسام، بس كمان مشكور بكل الأحوال. وأنا ما بتوقع كان ينجح. نعم. أصلا بدون النص، يعني في كتير عالم غنوا وغنت للحروب. نعم. وهيك ده هو كعمل يعني متكامل النص مع الأغنيات. على كل حال عملكم المقبل إن شاء الله بيكون أكثر احترافية، أكيد رح يكون. استفدتوا من الملاحظات ومن النقد اللي توجه لهالعمل، ولكن من الحب الكبير اللي قوبل فيه. صحيح انه البي بي سي اقترحت عليكم او كانت عم بتفكر تختاركم من بين يعني النساء الاكبر 100 امراه اكثر تاثيرا. صحيح. نعم. عرض علينا. هلا هي الحدث بياخد يعني. نعم. بكل سنه بيكون بهذا التوقيت تحديدا، فهالسنه كان ب 28 الشهر الماضي اللي هو ما عم بذكر هلا شهر. نعم. نعم. نحن عملنا كان حطيناه 9 بالشهر، يعني 10 او 9، فكانت الفتره يمكن قليله. تم الاقتراح علينا، نحن وافقنا، رجعوا ما حكوا معنا. يمكن في اكثر من عامل او سبب. نعم. نتمنى نكون مع البي بي سي بشيء ثاني. لا، مجرد انه فكر يعني محطه مثل البي بي سي. مجرد الفكره كمان كثير شركه. حتى في اكثر من بامريكا شارك بمهرجان لتكريم ريتشل كوري. صح؟ صحيح صحيح. في الناشطة الأمريكية اللي اغتالتها إسرائيل، قتلتها بغزة. هذا أكتر شيء يمكن عنالنا، يعني أنه حدا مثل ريتشل كوري هالقد قدم جرافتها. نعم. جرافة إسرائيلية وهي عم تحاول تمنعهم من هدم أحد المنازل الفلسطينية، وأنه يحكوا معنا يقولونا بدنا نكرمها وأهلها رح يكونوا موجودين. هي المؤسسة الجمعية اسمها I am Rachel Corey. هي بـ South Carolina. تمام. عنالنا كتير أنه تحية لروحها. يعني نحن بنضل يعني. طيب على سيرة ريتشل كوري وفلسطين، قلتوا لي أنه فلسطين يمكن اكتشفتوها أكثر أنتوا عم تدرسوا بسكوتلندا. حضرتك درست اقتصاد مثل ما قلنا بمدينة غلاسكو، وريحان درست صحافي بأدنبرا. ليش اكتشفتوا فلسطين بسكوتلندا مش بسوريا أو بالسويد أو ببيروت مثلاً؟ هلا مو انه اكتشفنا. نعم. القضيه. لا. بس لا، بمعنى قصدي التفاعل يعني القوي ما حصل، انه لسه القضيه مستمره وبقوه. لا. يمكن انت حسيتي فيها اكثر بمجال الصحافه. أكثر بمجالي. لا. لانه بجامعه ادنبرا او حتى جامعه ادنبرا نيبير اللي انا درست فيها، في حاله مسيطره على جميع الطلاب اللي هي الحق والانسانيه والثقافه. نعم. بتلاقي اعلام فلسطين بمدينه ادنبرا بكل محل، حتى مدينه غلاسكو. نعم. بتلاقي الناس حتى لابسين تيشيرتات ممكن يكون عليها فري بالستاين. يعني بتحس في تفاعل من الشعب الاسكتلندي كثير مع فلسطين. وانا كتبت بمقاله سابقه وقت الانفصال انه يمكن لانه الانجليز هيمنوا على سكوتلاند وعلى ايرلندا تماماً. تماماً. وحاولوا يعني دائماً عندهم هذا الحس إنه الفخر القومي ونحن. نعم. بدنا نستقل ونحن فبيتعاطفوا مع الشعوب تماماً وعلى رأسها فلسطين. يعني أنا كنت مو أنه اكتشفتها، بس كنت شوي يمكن بعدت عن فلسطين لأنه. نعم. في أمور أخرى، يعني في العراق. أنا أول ذكرى بتذكر أنا وصغيرة. نعم. هي أنه غزو الأمريكي للعراق، خصوصا من منطقة الجزيرة اللي هي يعني قريبة ومحاذية والعيال داخلة وهي امتداد ببعضها. يعني امتداد لبعضهم العشائر والعائلات في أمور تانية مثلا بتشغلك. بس أنه لما بتلاقي تفاعل الناس الأوروبيين، مدرج كامل قاعد كله أوروبيين وفيه بعض العرب كله عم يستمع لحدا شخص جاي من فلسطين عم يحكي عن الضفة الغربية، إنه بتوقف هيك بتقول قدين إحنا مقصرين. نعم. قدين إحنا مقصرين بقضيتنا. فيا بالعمل لبلادي يعني بتختموا تقريبا، أو لما بتحكوا عن فلسطين بتحكوا عنها أنا بوصلي.
بتمثلك فعلا بوصلي فلسطين؟ ما هي فعلا انه اقدم القضايا يعني. نعم. ستي ولا كان امي ولا يعني كذا جيل صرنا على نفس القضيه. انا بسالك ليش فايا، لانه في كثير شباب بعمرك اليوم بالعشرينات بطلت بيكونوا مزبوط في تناسي، يعني خلص هالقضايا ما عادت تعني لهم بسبب الاعلام، بسبب غسل الدماغ، بسبب كثير. انا بتذكر بصراحه لما كنت صغيره يعني انه القسم الأكبر من التلفزيون أو لما كنا نحكي عن القضية كانت قضية فلسطين، وللأسف شوي شوي مع طبعاً صارت العراق، مع العراق في مصار في مصايب مزبوط يعني، بس ولكن هي بتبقى أنه في اغتصاب للأرض للحق قبل يعني الأرض مزبوط. هي فعلا لأنه هي من أقدم القضايا أنا شخصياً يعني وعيت عليها، وبعدين صار في يمكن ممكن تناسي. نهدي فلسطين شيء من صوتك الحلو؟ أكيد تفضلي، حتى لو حب بيمشي الحال يعني. أنا بدي أقول بس شغلة عن العمل الفني وقدي عم بيوصل الشباب الفلسطيني اليوم ناشط جداً بالمجال الفني، وأنا في مثلاً بوجه لها تحية أنا ما تواصلت معها، بتمنى في تيريز سليمان مثلاً من فلسطين بتغني حركت فيني كتير يعني. العمل الفني اليوم عن جد كشباب بيحرك فينا أكتر بكتير من برامج ونشرات أخبار يعني، صرت حس بفلسطين من شباب اللي كمان عم ينشروا أعمالهم على اليوتيوب. صحيح، أنا موافق معك 100% على هالنقطة. تفضلي فاي. جيراني بالأنطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدودي لمروا، وأشوف فيك من مئة سنة، من ألف سنة، من أول الدنيا، وطني وحياتك وحياة المحبة، شو بني عم أكبر وتكبر بقلبي، وإيامي جاي جاي فيها الشمس مخباي، أنا حجرة أنا سوسني، أنا سوسني يا وطني. ألف ألف شكر فايا. ريحان، يعني عم نحكي عن فلسطين، السويد أول دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، حضرتك سويدية كمان بكل فخر. مبسوطة كتير. نعم. أنا بالخبر كتير خصوصا أنه يعني فرحتي مو لأنه اعترفت، مفروض كلنا نعترف. نعم. يعني هاي خطوة يمكن متأخرة، أنا بشوف فلسطين دولة شاء من شاء وأبى من أبى، لكن فرحتي لأنه إسرائيل غضبت وسحبت سفيرة من السويد، استدعته هلا ما بعرف شو بيصير بعدين. أنا إذا غضبت إسرائيل أنا مبسوطة أكيد. بتمنى كل الدول الاتحاد الأوروبي يعترفوا بدولة فلسطين كما يليق بالشعب الفلسطيني، لأنه الشعب يستحق أنه يكون موجود على الخارطة بكل محل وين ما كان، حقوقه لازم ترجع، أرضه لازم ترجع، فلسطين دولة أكيد دولة، وشعبها حي وموجود وباقي بإذن الله. اسمحوا لي كمان مرة نتوقف للحظات سريعة ثم نتابع بيت القصيد. موطني موطني الجلال والجمال والهناء والرجاء في هواك،
مشاهدينا الكرام، أذكركم أن صفحتنا على الفيسبوك هي بعنوان بيت القصيد. ضيفتانا بحلقة اليوم فايا وريحان يونان. بكرر ترحيبي بحضراتكم بالقسم الأخير من حوارنا اليوم. وقبل ما نكمل كمان المزيد من الأسئلة، نسمع رأي بكلام يوصل للإعلامي الأستاذ باسل محرز. نسمعه سوا. تصور عمل فايا وريحان كان الملفت فيه هو البساطة الشديدة اللي بتمتع فيها، ما كان بيشبه ولا عمل قدم سابقا. اتبعوا، ما بعرف إذا هي مقصودة أو صدفة، قدموا أغاني فيروز، ومعروف أنه فيروز بسوريا تحديدا بالوطن العربي عموما لها تأثير جمعي كبير على وجدان الناس، على أحاسيسهم. يعني لسه الناس فيروز بتأثر فيهم كتير. بتصور انه يختاروا اغاني ساكنه كثير هالقد بوجدان الناس، الوطن العربي، للقدس، لبيروت، لبغداد، لدمشق، ويختموا بموطني، كان خيار موفق جدا. الخيار الاخراجي البسيط يلي ركز على جمال هالصبيتين وعلى الصدق يلي كان واضح بعيون فايا وريحان. كون الصبيتين مغتربتين، كون فايا وريحان مغتربتين، بتصور كمان كان عامل مساعد بأنه يوصلوا صورة، يوصلوا رسالة. السوريين كيف ممكن يقدموا بلدهم في الخارج؟ سوريا اليوم بمعظم بكثير من دول العالم ما لها سفارات. بتصور المواطن السوري اللي عايش، المغترب اللي عايش برا سوريا، وأي مواطن عربي بعيد عن بلده، بعيد عن ناسه، بيقدر يكون سفير بالمكان اللي هو موجود فيه. هذا الدور بيكون أهم، بيكون أقوى لما أنت بتكون بلدك عم تعيش حرب. وبتصور هذا العامل اللي خلى فايا وريحان يكونوا واصلين أكتر للناس، ويخلوا الناس تتأثر ويوصلوا الإحساس بشكل كتير قوي، وينجحوا هذا النجاح بهالبساطة اللي قدموها. أنا لحبيبي وحبيبي لي. سؤالي لفايا وريحان، قديش كونكم سوريتين جميلتين كان له أثر بأنه توصلوا بسرعة لوجدان الناس والمتابعين، وقديش اختيار فيروز كان له دور أساسي بنجاح الأغنية؟ وسؤال أيضا، قدي المطرب اليوم بيقدر يكون سفير لبلده بأي مكان هو موجود فيه؟ شكرا. شكرا للأستاذ باسل محرز. تفضل. بلش أنا كذا سؤال. ما بف أي سؤال. كوننا جميلات، شكرا. نعم. شكرا كثير. يعني قد ايه بتعتبروا حالكم جميلات؟ يعني هل بتتعاملوا مع انفسكم ومع الاخرين بوصفكم جميلات؟ اكيد لا. لا يعني لا. لا. كنا عملنا موديلز وعرضات ازياء. لا. نحن انه يعني فتاتان سوريتان، انه بتخيل اغلب السوريات جميلات. نعم. هذا معروف عننا، ما بعرف، بكل هيك بشوف انا. ما بنتعامل مع الجمال كعامل، بس نحن بنعرف انه هو انه بيساهم بشكل او باخر. بيلعب 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 دور على الاقل، اول طلي، اول انطباع. بس كيف بتحصنوا يعني هذا الجمال، هذا الشكل اللي مع الوقت يعني شأن كل انسان بده يتغير، بده يتحول، بده يتبدل مع العمر، مع السنوات، كيف بتحصنوا هذا الجمال؟ بشو؟ هلا نحن بعدنا صغار يمكن. نعم. يعني أنا بحس الجمال يعني جمال الروح بيكون بالضبط. نعم. بمحصن بشكل غير مباشر من جوا يعني. نعم. أنت فيك تشوف حدا بيرفكت يعني كل التقاطيع كاملة. نعم. وهيك، بس إذا ما بتحبه من جوا أكيد ما راح تحس إنه في شيء يقدم لك يا يعني. فبالنهاية بحس أنا إنه الجمال بيطلع من جوا، إن كان أثر بالعمل كتير. أنا يعني حتى إنه اللبس تبعنا، الشعر، كل شيء كان كتير بسيط. نعم. يعني حتى الحمرة اللي حطيناها، نحن حطيناها لحتى نلعب بهالكونتراست، ما بعرف شو. نعم. يعني لحتى ويصير. نعم. تركيز على الكلام، لأنه نحن نتحد ويصير تركيز على الكلام.
الكلام على النص على الكلمات انا لما عم غني اغاني فيروز فيعني كان كل شيء بسيط. قديش لعب دور ما بعرف يعني, بس انه نحن تعمدنا يلعب دور ما بظن يعني, يمكن ما بتوقع ما يعني. قد ايه باختصار ممكن يكون يعني السوري في الخارج اليوم سفير لبلده كتير. مثل ما سأل باسل كتير كتير ممكن يكون يعني واجبه يكون سفير لبلده بالخارج, وواجبه كمان يقدر يطور بلده إن كان في الخارج. يعني إحنا وقت بنكون برا سوريا بنضل عم نحكي عن سوريا, نوصل للعالم إنه هي هي سوريا, نحن سوريا يعني, أنا سوريا, سوريا هي شعبة هي ناسة بالداخل. كمان ننقل الصورة الحلوة من الخارج للداخل وقت منكون نحن بتواجدنا بسوريا, كتير مهم وواجبه السوري اليوم بالذات هلأ يعني. تماماً في حاجة خاصة يعني, خصوصاً أنه نحن شكلنا كشكل السوري يعني. أنا بتلاقي أنه مثلا إذا بسوبر ماركت بيقولوا لي أنت من وين, بيقولون سورية, ملامح وشهم بتصير أنه يا حرام. أنا ما بحب هاي الصورة. نحن واجبنا نكون أقوياء, نفرجي أنه نحن, ولكن واقع سوري أليم يعني ومؤلم مزبوط, بس أنه بدك تكون قوي, بدك تكون أدب, مو قصة نكران بس قصة يعني أنه طول ما أنت بتعمل حالك ضعيف ونحن حرام وهل هالتسويق يعني بدم الإنسان رح تبقى هيك يعني. لا نحن أقوياء, عنا أمل يعني. عم بيصير شيء كتير بشع ببلادنا بس رح يصير يعني أحسن. لابد من خلاص يعني, لابد من خلاص, ما في نهاية. إذا عندك خيار تكون ضحية أو ناجي لازم تكون ناجي. بتمنى طبعا نجاة لكل السوريين ولكل سوريا. حضرتكم أساسا من الجزيرة, منطقة يعني تتميز بأنها فسيفساء تختصر هذا المشرق, فيها أعراق مختلفة, فيها إثنيات طوائف يعني, فيها أكراد, فيها عرب, فيها أشوريين, سريان, كلدان. أنتم يعني هل عندكم خشي على المكونات سوري في ظل ما يجري طبعاً في هذا العالم العربي؟ أكيد طبعاً كتير. ما هو مثل ما قالت ريحان نحن سوريا. نعم يعني نحن أنا اليوم لابسة نجمة عشتار آلية الحب والحرب اللي هي سورية. نحن أبناء عشتار, أبناء زنوبيا وإنانا, ممنوع نضيع, ممنوع يعني كل المكونات هي اللي كونت سوريا, هي اللي عملت هذا الوطن شيء اسمه سوريا, شيء خاص فينا كتير يعني. صعب أنت بتمشي بالشارع بتشوف كل الإثنيات, كل الاختلافات موجودة وكل المكونات. أنا بكره كلمة أقليات, نحن مكونات. وبخاف بخاف اللي عم يصير بالعراق بيخوف, اللي عم يصير بسوريا بيخوف. نحن نضيع مو بس خسارة لنا, خسارة للكل طبعًا يعني. طبعًا لأنه بتميز بهذا التنوع. طيب ممكن نسمع شيء من هذا التنوع أكيد اللي عم نحكي عنه. تيويش دا يا خمري خمري دوي قبقاني بزمار زمرياتي آلي لو ديواني أدوني أورانتا لالي لا بيشانتا شوك خايخ بخادوتا قد جين ولا خشمتا وتي وشتا يا خمري خمري دوي قبقاني بزمار زمريات راوي لو ديواني. ألف شكر. درست اقتصاد, صوتك هالقد حلو وبتغني صح بدون ما درستي غناء, ما عملتي غناء. لا ما بتفكري تدرسي غناء أكيد لحتى تصقلي هالموهبه؟ هلا الغناء انا لهلا يعني ولا مره قلت عن حالي مغنيه يعني. انا لساتني اعتبر هاويه لانه لا درست ولا بغني يعني بحفلات هيك. انا بغني طبعا على مسارح, بوقفات, بمظاهرات لقضايا انا بتعني لي شخصيا يعني. انا ناشطه في جروب ضد العنصريه بالسويد, قضايا انسانيه واجتماعيه طبعا يعني, وحتى مع الصليب الاحمر. بس مو انه كيف بدي اقول لك, ما انا مهنتي. فانا لهلا بعتبر حالي هاوية, أكيد بفكر احتراف يعني. أنا قدمتي شاركتي بـ The Voice؟ ما يعني أنا ما بحب أقول أي برنامج, بس شاركت بـ
أو قدمت على برامج برنامج للهواة وما مشي الحال، ويعني شيء طبيعي بالنهاية. في عالم عم تكون مثلا من معاهد عالية للموسيقى ما بتنقبل، يعني هالشيء ما البرامج ما أكيد لا، يعني البرامج هي في كتير شغلات تلعب دور، في الحظ، في قديش أنت مناسب للبرنامج تحديدا. فأنا بالعكس أعطاني حافز قوي لقدام أكتر، أنه يعني أنا الوقت للأسف بلش يدهمنا بعد، عندي دقيقتين قبل ما نختم معك بأغنية الختام، بتمنى تكون لبيروت لأني بعرف كتير عم يطلبوها منك. من أنت وصغيري بتحبي تعملي مذيعة وصحفية، وكنت تلعبي هالدور يعني تمثلي بالبيت فايا مغنية وحضرتك مذيعة وتحاوريها. تخرجتي، وين بدك تشتغلي صحافي؟ بالسويد، بسوريا، ببيروت، أي محل بيخدم قضيتي والطريقة اللي بفكر فيها وإيماني بوجودنا نحن كسوريين، وجود وطني، وجود الإنسان اليوم، رح أشتغل فيه أكيد أكيد. يعني الخيارات هلأ في خيارات مهمة، ما بعرف، بس أي محل بيخدم قضيتنا أكيد أنا رح أكون فيها. الخطوة المقبلة فنياً حطيته ملامح، حطيته بلشتوا تفكروا ولا بعد يس ما لحقتوا؟ طيب الشهرة المفاجئة، الأضواء، غيرت فيكم شيء؟ يعني لا لا، نحن بنتعامل مع، هي فعلا اجت مفاجاه، وفي كثير شغلات سلبيه، يعني مو كثير شغلات طبعا مقارنه مع الايجابيه، بس في شغلات ما انك مستنيه. مثلا انا قعدوا يعملوا لي صفحات مزيفه على الفيسبوك، انا بحياتي ما كنت متخيله يعني، فبيحكوا باسمي شغلات. عندك طبعاً صفحه رسميه؟ عندي صفحه رسميه، رح نحط على الشاشه. تمام، هذه الصفحه الوحيده، ما في ما عدا البروفايل تبعي يعني. فما بت ما بت يعني ما بتصور انه تغير نحن من هيك شيء. لا، لانه هي كنا عم ناخذ خطوه خطوه، فعم تتوسع الحلقه، حلقة يعني إذا بدك شوي أضواء عم تتوسع مع الوقت شوي شوي. هلأ هاي عملت أنه توسعت الدائرة بشكل ما كان متوقع، بس نحن أنه لا أكيد ما في شيء ممكن يغيرنا، يعني محصنين ولأنه العمل بيشبهنا نحن يعني. نعم. طيب علاقتكم بالشعر، علاقتكم بالكتب، بالثقافة، يعني اللي بده يحترف بهالمجال خصوصا إذا بدك تاخذوا خط ملتزم يعني بالغناء وبالفن، عندكم علاقة جيدة مع هالمسائل هاي؟ يعني محمود درويش، نزار قباني، جبران، حنا مينة، زكريا تامر. زكريا تامر طبعا يعني أحد أبرز القصصين طبعا السوريين. نحن مطلعين، يعني مطلعين كتير. ممدوح عدوان عم بقرأ له هلأ آخر كتاب، اخي كتاب عم طالعه هو لما الواحد بيفرح لما يشوف صبايا بعمركم بعضهم ببدايه العشرينيات من العمر، بيفرح انه يكون يعني عندهم اهتمام ثقافي وانساني واجتماعي ووطني الى اخره. قبل ما اشكركم بدنا نختم معك لو سمحتي، بما انه طلبت لي بيروت في كثير عالم يعني. انا بس بدي اقول بيروت بالعين والقلب يعني، وبغداد وكل المدن يعني. نحن كل حكينا شوي على فلسطين، نتوقع عمل ما يقتصر على المشرق العربي، يعني عمل أكيد. بليبيا في مشاكل، بالسودان، باليمن، وصلنا من تونس كثير، تونس ومصر كثير كثير يعني. تحية عشية للبلدان، نتمنى تعملوا شيء يعني أكيد الخطوة القادمة أوسع إن شاء الله يعني. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم، هي من روح الشعب خمر، هي من عرقه خبز وياسمين، فكيف صار طعمها طعم نار ودخان. ألف تحية لروح الشاعر الكبير جوزيف حرب، والله يطول عمر فيروز وأعماركم. بشكركم كثير، بتمنى لكم التوفيق بحياتكم الشخصية والمهنية والفنية. بحملكم سلامات لأهلكم، شرفتوا بيت القصيد. نحن بنتشرف فيك وبنكبر، وبرنامجك انه يستضيفنا هي شهادة تضاف لنا يعني. شكرا كثير لاستضافتك، مزبوط يعني
من يمكن من احلى الشغلات اللي صارت من هالعمل انه نطلع مقدمتك وبرنامج. شكرا كثير. نحن نفرح فيكم وواجبنا يعني كبرنامج وكقناه انه نسلط الضوء على التجارب الشبابيه والتجارب الجديده. اهلا وسهلا فيكم دائما. شكرا لفريق العمل والشكر الاكبر دائما لمشاهدينا في كل انحاء العالم. نلتقيكم على خير باذن الله.